بسم الله الرحمن الرحيم. دكاترتنا الجامدين، كل سنة وانتم طيبين. الحصة اللي فاتت كنا بدأنا موديول جديد، صفحة جديدة في مشوارنا، والحديث عن موديول البلد. أخدنا أول شابتر بالتفصيل. ما بعد إذن كاتب التاريخ افتح لي صفحة جديدة وتعالى نتكلم عن البلد. إيه معلوماتك عن الدم؟ والله الدم هو سائل لزج شويتين، لونه أحمر حبتين، واللي عنده دم أحسن من اللي عنده فلوس. كلام جميل، بس الكلام ده شاطر تقوله في القناطر مش في كلية الطب، لأنك لما تيجي تتكلم عن البلد كدكتور لازم تحترم أهم سائل في جسمك، ما تقولش عليه سائل كده وخلاص. ده انت تقول البلد نوع خاص من الكونكتيف تيشو في الماتريكس بتكون سائلة، ما تقولش سائل كده وخلاص، ده أهم سائل في جسمي لازم أحترمه. سيادتك فاكر الكونكتيف تيشو في جسمي كنت بقسمه إلى نوعين كبار. كونكتيف تيشو اصلي او اساسي، كونكتيف تيشو بروبر، وانواع خاصه من الكونكتيف تيشو على حسب الماتريكس بتاعها. كان عندي البون الماتريكس فيه هارد صلبه قاسيه، كان عندي الكارتليج الماتريكس فيه فيرم ماسكه نفسها، وكان عندي البلد الماتريكس فيه ليكويد سائله. اذا لما اجي اعرف له البلد ما اقولش عليه سائل وخلاص، اقول له ده نوع خاص من الكونكتيف تيشو ان ويتش في الماتريكس بتكون ليكويد، الماتريكس بتكون سائله. الدم يا عزيزي هو المحدد الاول للكاريزما في الانسان. في واحد يرمي الافيه من اول مره يجيب ضحك دمه خفيف، واحد تاني يرمي الافيه الخليل كوميدي دمه ثقيل دمه تقيل. هو ده الدم. قالك الدم ممكن يكون خفيف برايت، ممكن يكون ثقيل دارك. اهم كلمه في وصف البلد انه الكالاين. يعني ايه الكلام ده؟ في جسمي في مقياس لدرجه حامضيه وقاعديه السوائل، سميت المقياس ده الاس الهيدروجيني او بي اتش. ده عباره عن سكيل مرتب من 1 ل 14، كل ما تقرب من 1 انت كده أسيدك حامضي، كل ما تقرب من 14 انت كده ألكالاين قاعدي. في النص بالظبط موجود رقم 7 متعادل، لا حامضي ولا قاعدي زي المية. قال لي سيادتك الدم موجود في المنطقة دي بالظبط. البي اتش بتاعت الدم 7.4، وده أول رقم حضرتك هتحفظه. الأس الهيدروجيني بتاع الدم 7.4، هو 7.4 أكبر من 7 ماشي ناحية 14، إذن هو ألكالاين قاعدي، بس ده 4.4 مش رقم، إذن هو سلايتلي ألكالاين، يا دوب متشعبط في الألكالاين، ودي من حكمة ربنا. تخيل في جسمك ماشي حمض قوي أو قاعدة قوية، هتاكل التيشوز بتاعتك، هتدمر لك جسمك من جوه. فهو 7.4 الكالاين، بس قريب قوي من 7، قريب قوي من كونه متعادل، فهو سلايتلي الكالاين، يا دوب متشعبط في الالكالينيتي. المسؤول عن كون البلد سلايتلي الكالاين، البي اتش بتاعته قليله بالشكل ده 7.4، نظام اسمه المعادلات. ده نظام في الدم عندك في حاجات اسمها بافرز، كلمه بافر يعني يعادل، بتعادل البي اتش بتاعتك. البافرز دي بتكونها ار بي سيز، البافرز دي مسؤول عن تكوينها البلازما. البلازما والار بي سيز كرات الدم الحمراء هي اللي مخليه الدم بتاعتك الدم بتاعك سلايتلي الكالاين، تقريبا متعادل، ولا حمض قوي ولا قاعده قويه، فما ياكلش التيشوز بتاعتك. ده كلام مش عايزك تعرفه دلوقتي. اللي انا محتاجك تعرفه لما تيجي تتكلم عن البلد لازم تحترمه، تقول لي نوع خاص من الكونكتيف تيشو في الماتريكس بتكون ليكويد سائله. تاني حاجه، دمك خفيف او تقيل، هو لزج شويه فيسكس، واهم كلمه في وصف البلد انه سلايتلي الكالاين، البي اتش بتاعته 7.4. تالت معلومة لازم تعرفها عن البلد، ده الناس اللي في الشارع عارفينها، ان حجم الدم في جسمك 5.5 لتر. يبقى اللي لقط معايا، احنا اتكلمنا عن البلد كل كلامنا لحد دلوقتي بحرف الخاء.
اول حاجه هو نوع خاص من الكونكتيف تيشو في الماتريكس بتكون ليكويد. تاني حاجه خفيف ولا تقيل، برايت تو دارك فيسكس، واهم كلمه الكالاين 7.4. تالت كان حجم البلد 5.5 لتر. قبل ما ندخل في الكلام المهم، محتاجين نعرف ايه فايده الدم في جسمي، ليه ربنا خلق لك دم في جسمك. فتح دماغك معاه عشان ده كلام عام ممكن يتهبد، فمش هنقعد نحفظ كل حاجه. اول حاجه الدم شايل الاكسجين من التيشو موديه لللنج عشان تتنفس، وبياخد السي او 2 من اللنج يرجعها تاني للتيشو عشان يطردها بره الجسم. اذا هو بينقل الاكسجين وبينقل السي او 2، بينقل الاملاح، بينقل الهرمونات، ده الفانكشن رقم واحد. بدون الدم لن يحدث اي نقل في جسمك، هو عباره عن عربيه نقل، كل دورها انها تنقل لك الاملاح والغازات والمينرالز والمعادن والدهون والبروتينات وكل حاجه. يبقى اول وظيفه عن البلد انه ترانسبورتر، نقال، بينقل الاكسجين يوديه لللنج، ياخد السي او 2 من اللنج يطردها بره، ينقل الاملاح زي الصوديوم ان اي سي ال، ينقل البروتينز، ترانسبورت. رقم 2 البلد وظيفته الحمايه. سيادتك فاكر من الشابتر اللي فات ان خلايا الدم ده خلايا مناعه، عندك كرات الدم البيضاء المسؤوله الاولى عن المناعه في جسمي، حمايه مناعيه. الدم كمان بيحميك في حاجات اسمها صفائح دمويه بليتلتس، ده بتحميك من النزيف المستمر. سيادتك اتعورت تعويره صغيره هتفضل تنزف لحد ما تموت، لازم كان يوجد حاجة توقف النزيف جوه جسمك، الحاجة دي اسمها بليتلتس، صفائح دموية. فإذا الدم بيحميك من فقدان الدم، بيحميك من البلاد لوس عن طريق التجلط، عن طريق حاجة اسمها هيموستيزس. كلمة هيمو يعني دم، ستيزس يعني ثبات، ده ثبات الدم يعني تجلط. لولا البليتلتس دي، لولا الصفائح الدموية، حضرتك كنت هتفضل تنزف لحد ما تموت. يبقى أول وظيفة في حديثنا عن البلد إنه ترانسبورت، ينقل أكسجين، سي أو 2، مينرالز، هرمونز، فيتامينز، أي حاجة. رقم 2 إنه ديفنس، بيحميك، بيدافع عنك. الديفنس ده بيحصل بالدبليو بي سيز، خلايا المناعة، وبيحصل بالبليتلتس، الصفائح الدموية اللي بتوقف لك النزيف، كان فانكشن اسمها هيموستيزس. مهم قوي تعرف لي الفرق بين هيموستيزس وهوميوستيزس. يعني ايه هوميوستيزس؟ هوميوستيزس يعني اتزان البيئة الداخلية للجسم. كلمة هيموستيزس، ده هيمو يعني بلد، ده ثبات الدم يعني جلطة. الكلمة التانية او الفانكشن التالتة كانت اسمها هوميوستيزس، والكلام ده هيتقالك في الفسيولوجي. هوميوستيزس خد بالك الفرق بينها وبين هيموستيزس. هوميوستيزس يعني اتزان البيئة الداخلية للجسم، لولا الدم ما كانش هيحصل اتزان داخلي في جسمك، ما كنتش هتلاقي السلام النفسي اللي انت عليه دلوقتي، ده لو كنت عليه يعني. يعني ايه هوميوستيزس؟ كلمة هوميوستيزس ممكن تستبدلها بكلمة ريجوليشن، تنظيم. الدم بينظم لك كل حاجة في جسمي، الدم بينظم لك الحامضية بتاعت جسمك، بينظم لك درجة البي اتش، لسه قايلين في حاجات اسمها بافرز، المعادلات، البلازما والار بي سيز بافر سيستم، بتنظم درجة البي اتش، بتخلي درجة البي اتش بتاعت البلد سلايتلي الكالاين 7.4. تاني حاجة بينظمها الدم بلد بريشر، الضغط، عن طريق انه سائل لزج الفيسكوزيتي. الفيسكوزيتي بتتحكم في البريفرال ريزيستنس. يعني ايه الكلام ده؟ محتاجين نفهم فكرة ان الدم لزج، هو لزج لدرجة معينة، مش زي العسل ولا زي المية، وسط كده بين الاتنين. اللزوجة دي اللي بتخلي الدم في حالة سريان مستمر، فتخلي ضغط الدم بتاعك متزن. تخيل معايا لو الدم زي العسل لزج قوي، ما كانش هيتحرك في الفيسلز عندك،
هيحصل حاجة اسمها ريزيستنس، مقاومة، بريفرال ريزيستنس. الدم طالما ما بيتحركش يعني ضغط الدم عالي، طريق والعربيات واقفة فيه الضغط عليها يبقى عالي، 50 عربية. طب تخيل معايا لو الدم مية، والدم عمره ما يبقى مية، الدم ماشي بسرعة جدا مفيش أي فيسكوزيتي، يعني البريفرال ريزيستنس قليلة جدا مفيش أي مقاومة، يعني ضغط الدم قليل جدا. فمن حكمة ربنا إن الدم شوية فيسكس شوية لزج، ده بيظبط لك البريفرال ريزيستنس وبالتالي يظبط لك ضغط الدم. الدم كمان يا عزيزي بيتحكم في الووتر ريجوليشن، بينظم لك المية جوه جسمك. عندي فيسل بالشكل ده، بلاد فيسل بالشكل ده، البلاد فيسل ده لما يلاقي ميه كتير هنا، طبعا بلاد فيسل جواه دم اكيد، يعني بيلاقي ميه كتير هنا بره، فيبدأ انه يشفط الميه دي يدخلها جوه، يدخلها جوه الفيسل عشان يصرفها جوه بمعرفته، يخف الإديمة شوية، يخف لك الورم. طب افرض المية زادت جوه هنا، يبدأ انه يطرد المية على الانترستيشال فلويد، السائل اللي موجود بين الفيسلز او بره الفيسل اسمه ISF، انترستيشال فلويد. اذا الدم بينظم لك المية في جسمك، ووتر ريجوليشن، عن طريق ان هو بينظم الدخول والخروج بين البلازما والانترستيشال فلويد. والله المية زادت جوه يطردها، بيزود لك قوة طرد اسمها هيدروستاتيك بريشر، الكلام ده هيتقال في الفسيولوجي. لا المية قليلة جوه بيزود قوة الشفط اوزموتيك بريشر، فينظم عملية المية بين البلازما وبين الجسم. حاجة كمان بينظمها البلد بالنسبة للهوميوستيزيس، بينظم الميتابوليزم، بينظم عملية الأيض أو التكسير عن طريق الهرمونات والفيتامينز والمينرالز. وآخر حاجة مسؤول عن تنظيم درجة الحرارة بالنسبة لجسمك، هو اللي بينقلك الحرارة للجلد فتفقدها في صورة عرق، بينقل الحرارة للهيت ريجولاتوري سنتر في مخك يقول له الجسم بردان علي التكييف شوية، الجسم ده حران قلل التكييف شوية. الهيت ريجولاتوري سنتر ده التكييف بتاع جسمك، مين اللي هيوصل له الاشارات؟ الدم. اذا اقدر اقول لك من غير الدم انا بموت، وهي دي الحقيقه الكامله. فلما تيجي تكلمني عن الفانكشنز هتقول لي رقم واحد ترانسبورت، ده بينقل الاكسجين لللنج، ياخد السي او 2 من اللنج يرميها بره، ينقل املاح، ينقل هرمونات، ينقل دهون، ينقل بروتينات. تاني حاجه ديفنس، بيدافع عنك، الدبليو بي سي، خلايا المناعه، اميونيتي، وبيحميك من فقدان الدم، البلاد لوس، يعني مسؤول عن نظام اسمه هيموستيزيس، ثبات او تجلط الدم. اتعورت تعويره بعد شويه الدم بيقف لوحده، نزفت من مناخيرك بتحط ايدك كده الدم بيقف لوحده. ثالث فانكشن كان مسؤول عن الهوميوستيزيس، وكلمه هوميوستيزيس يعني اتزان البيئه الداخليه. انا بقول لسيادتك من غير الدم انا بموت، وهي دي الهوميوستيزيس، يبقى احنا جمعناها في الكلمة دي. بالنسبة للبي، الدم كان مسؤول عن تظبيط البي اتش عن طريق البافر سيستم، كان مسؤول عن تظبيط البلاد بريشر، ضغط الدم، عن طريق الفيسكوزيتي بتاعته بتتحكم في البريفرال ريزيستنس. بالنسبة لحرف الام، ده كان مسؤول عن الميتابوليزم. حرف W regulation of water بين البلازما والانترستيشال فلويد. واخر حاجة T مسؤول عن temperature، مسؤول عن درجة حرارة الجسم. خش لي بقى في الكلام المفيد، انا زي ما قلت لك الفانكشنز دي تقدر تتهبد وان شاء الله مش هيجيلك سؤال فيها، ولو جالك سؤال فيها فهو سؤال لقطة يتقفل طبعا. خش لي في الكلام المفيد، الدم بتاع سيادتك ده عبارة عن ايه؟ بيقول لحضرتك ان الدم يتكون من جزئين، جزء سائل، جزء فلويد، بسميه البلازما. وجزء سيلولار، خلايا الدم. الله الله الله، هو الدم ده مش نسيج، يبقى فيه خلايا. بالنسبة لجزء البلازما، الجزء الفلويد بتاع الدم، يعني ايه بلازما؟
قال لك البلازما هو سائل اصفر صفار الموز، سائل اصفر موجود في الدم. السائل ده يتكون من ميه بنسبه 90%، معظم البلازما او اكتر ده 90% من البلازما ميه، مش هو فلويد اصلا يا بيه، والفلويد ده ما هو ميه. يتكون من حاجات اورجانيك ومكونات ان اورجانيك، مكونات عضويه ومكونات غير عضويه يعني معدنيه. بالنسبه للاورجانيك، حاجات الاورجانيك، الحاجات العضويه المكونه للبلازما، قال لسيادتك زي البلازما بروتينز، بروتينات البلازما، عندي اربع انواع او اربع بروتينات اللي هما البلازما بروتينز، عددهم اربعه: البومين، جلوبيولين الفا وبيتا وجاما، فايبرينوجين، وبروثرومبين. افتكر الاسم الاربع اسامي دول كويس، هتاخدهم برضو في الفسيولوجي. بعد كده المكون الان اورجانيك، المكون الغير عضوي يعني معدني. ما هو الطبيعه دي كلها يا اما مكونات عضويه يا اما غير عضويه يعني معادن. المعادن زي ال NaCl، المعادن زي البايكربونات، المعادن زي الفوسفات. يبقى البلازما عندي محتاج اعرف عنها ان هي سائل اصفر صفار الموز لونها يلو، تتكون من ميه بنسبه 90%، ده الفلويد كومبوننت. حاجات اورجانيك البلازما بروتينز اربعه: البومين، فايبرينوجين، بروثرومبين، وجلوبيلين. وحاجات ان اورجانيك غير عضويه يعني معدنيه زي الاملاح بقى، كالسيوم وفوسفيت ورميل. ماشي، في معلومه كانت في المنهج القديم واتشالت من عليكم بس بينزل فيها اسئله لسه، واحتمال تلاقي سؤال في الامتحان ان شاء الله. بيقول لسيادتك تخيل معايا البلازما اللذيذه دي لو عدتها على مصفى بالشكل ده. المصفى طبعا فيها مخرمه بالشكل ده اهي، لو عديت البلازما على مصفى كل مكونات البلازما بتعدي من خرام المصفى ما عدا مكون واحد، ما عدا بلازما بروتين واحد ما يعديش، اللي هو اسمه فايبرينوجين. السائل اللي عدى ده اللي هو عبارة عن بلازما ناقص فايبرينوجين سميته سيرم، زود دي عندك في المذكرة والكتاب، بينزل فيها أسئلة MCQ. بيجي يقول لك السيرم عبارة عن إيه؟ السيرم عبارة عن بلازما ما فيهاش فايبرينوجين، لأن أنا لما عديت البلازما بتاعتي على المصفى، المصفى عدى الالبومين، عدى الجلوبولين، عدى البروثرومبين، ما عداش الفايبرينوجين، لان الفايبرينوجين ده بروتين كبير بالشكل ده، ما يعديش من خرام المصفى الضيقه، ما يعديش من الغربول اللي مطير العقول. يبقى السيرم ده السائل اللي اتكون بعد ما عديت البلازما على المصفى، كل مكونات البلازما عدت ما عدا الفايبرينوجين، اذا السيرم هو بلازما ناقص فايبرينوجين، بلازما ما فيهاش فايبرينوجين. بيجي لك السؤال بالشكل ده ونزل قبل كده في امتحانات، بيقول لسيادتك سيرم از بلازما ماينس، السيرم ده عباره عن بلازما ناقص البومين ولا جلوبينين ولا فايبرينوجين، فسيادتك تختار فايبرينوجين لانه اكبر بروتين في البلازما بروتينز، فما كانش بيعدي من خرام المصفى فما دخلش معايا في تكوين السيرم، ولذلك الفايبرينوجين ده المسؤول عن تكوين الفايبرين يعني المسؤول عن تكوين الجلطات. البلازما يحصل لها تجلط لكن السيرم لا يتجلط ابدا، ما هو ما فيهوش فايبرينوجين، هيكون جلطه ازاي؟ ده بالنسبه للفلويد كومبوننت اللي هو البلازما. بالنسبه للسيلولار كومبوننت، الخلايا عند سيادتك ثلاث خلايا: كرات دم حمراء ار بي سيز، اسمها الثاني اريثروسايت، وكلمه اريثرو يعني احمر. كرات دم بيضاء، الكلام ده المفروض خدناه في اولى ابتدائي فعيب قوي يعني، دبليو بي سيز، اسمها الثاني ليوكوسايتس، كلمه ليوكو يعني ابيض. والخلايا الثالثه الصفائح الدمويه بليتليتس، فاكر دي كانت بتعمل ايه؟
دي اللي كانت مسؤولة عن الهيموستيزس. لما حضرتك بتتعور الدم بعد شوية بيقف لوحده، اكبسها بن. لما تكبسها بن الدم بيقف ليه؟ بسبب البليتلتس، الصفائح الدموية. وده عنوان الحصص القادمة بإذن الله. هنتكلم عن الـ RBCs، كرات الدم الحمراء اسمها إريثروسايتس، WBCs كلمة أبيض يعني اليوكو، ليوكوسايتس. وهنتكلم بإذن الله عن البليتلتس في حصص قادمة. خلينا نبدأ النهاردة بالـ RBCs، كرات الدم الحمراء. اسمها التاني إريثروسايتس عشان بتنزلك في الامتحانات ما يقولكش RBCs، يقولك إريثروسايت، هو بيتنصح عليك، فانت خليك لقط معايا واعرف ان اسمها التاني إريثروسايتس. هنتكلم ازاي ورتب دماغك زي ما تعودنا. طبعا اي خلايا الدم انت محتاج تعرف عددها كام. هنتكلم اول حاجة عن النمبر، هنتكلم عن اللايف سبان، مدتها قد ايه، بتعيش قد ايه. خلينا متفقين ان خلايا الدم ما بتعيش معاك طول حياتك، دمك بيتجدد باستمرار. عشان كده بيقول لسيادتك كل كبدة كتير، الكبدة بتجدد خلايا الدم، بتنشط البون مارو عندك فخلايا الدم تتجدد. كل عسل اسود كتير، بينشط البون مارو، خلايا الدم تتجدد. تخيل معايا لو عشنا عمرنا كله بنفس خلايا الدم زي الخلايا العصبية مثلا، بعد 5 سنين مثلا من حياتنا كلنا هيجيلنا انيميا ونموت. من حكمة ربنا ان الدم في حالة تجدد مستمر، لان خلايا الدم في حالة فقد مستمر، انت بتتعور ليل ونهار. الخلايا لو ما تجددتش هتعيش طول عمرك بانيميا. يبقى محتاج تعرف اللايف سبان، مدة حياة الخلية قد ايه، خلايا الدم الحمراء. محتاج تعرف السايز، حجمها قد ايه. وبيني وبينك ده كلام جرايد، كلمني في الكلام المهم. LM شكلها عامل ازاي، لونها ايه يا عم. هنتكلم عن الـ EM والفانكشن بتاعها، وعنوان زيادة اسمه Adaptation to Function، يعني التغيرات اللي حصلت في الخلية اللي عندك دي عشان تقدر تعمل الفانكشن بتاعها. جمعت دماغك، سمي الله ويلا نبدأ في الـ RBCs. أول حاجة، أول معلومة محتاجك تعرفها عن الـ RBCs، وده شيء بديهي، إن اسمها التاني Erythrocytes، كلمة Erythro يعني حمراء. الـ RBCs هي اللي حمراء، ده اسمها Red Blood Cells، وهنعرف دلوقتي كلمة Red اللون الأحمر ده جاي منين. أول حاجة، عدد الـ RBCs في جسمك كام؟ قالك بيختلف من الميل للفيميل. بالنسبة للميل، بالنسبة للرجالة، معروفة الرجالة عندهم دم أكتر من الستات، مع احترامي لكم آنساتي، لكنا بقى الرجالة عندهم دم أكتر من الستات. طبعا ده كلام فيسيولوجيكال، ده كلام طبيعي، دي الفطرة، أنا مش جايب حاجة من عندي. الست بتفقد دم أكتر من الراجل، إذا الراجل عنده دم أكتر من الست، مع احترامي لكنا آنساتي. عدد كرات الدم الحمراء في الراجل قالك من 4 لـ 5.5 لتر. لتر ايه؟ 4 لـ 5.5 بير كيوبيك ملي متر، 4 لـ 5.5 مليون خلية لكل ملي متر مكعب. لتر ايه ده، احنا ده الدم كله 5.5 لتر، منهم 5.5 RBCs، عيب قوي يعني. يبقى من 4 لـ 5.5 مليون خلية بير كيوبيك ملي متر. بالنسبة للست قالك عدد كرات الدم فيها 4 مليون بير كيوبيك ملي متر، في كل ملي متر مكعب 4 مليون خلية. ماشي، الراجل عنده دم اكتر من الست. بعد كده هنتكلم عن اللايف سبان، مدة حياة الـ RBCs. قال لسيادتك الـ RBCs تقريبا بتعيش 4 شهور، وبعد 4 شهور بتتجدد تلقائيا في البون مارو، يعني 120 يوم تقريبا، من 110 ل 120 يوم. تالت معلومة محتاجك تعرفها عن الـ RBCs، السايز، حجم الـ RBCs. قال لسيادتك ان الـ RBCs عبارة عن 3 ارقام، 7.5 × 2.5 × 8. ده حجم الـ RBCs. 7.5 على مستوى الديامتر، قطرها 7.5 مايكرو متر. 2.5 على مستوى الثيكنس البريفري بتاعها، قطرها او سمكها، قصدي سمكها 2.5 مايكرو. طبعا 7.5 ده الديامتر، ده القطر، وطبعا الوحدات كلها بالمايكروميتر. 8.1 على مستوى السنتر في النص، 8.1 مايكرو. يبقى 7.5 ديامتر قطر،
2.5 ثيكنس على البريفري و8 من 10 على السنتر، كل الوحدات بتاعتك بالمايكرو. كلام جرايد، خش لي في الكلام المفيد. ال ام شكل كرات الدم الحمراء عامل ازاي؟ هنتكلم في ال ام عن الشيب، ده اساسي شكلها، وهنتكلم عن الكالرز الوانها عامله ايه، وده شيء بديهي قوي يعني عيب نتكلم فيه، ده اسمها ريد بلاد سيلز اكيد لونها احمر، بس دي ليها قصه هنفهمها دلوقتي. اول حاجه كلمني عن الشكل، قال لي سيادتك ان الار بي سيز بتبقى مدوره راوندد، واهم كلمه مبطبطه. يعني ايه مبطبطه؟ كلمه مبطبطه يعني باي كونكيف. سيادتك في العيد ان شاء الله داخلين على العيد، او سيادتك بقى، سيادتك بتبقى على القهوه على وضعك، حضرتك في العيد بتبداي تعملي الكعك كعكايه مدوره، بعدين تبطبطيها بالشكل ده. كلمه تبطبطيها وانت قاعده تبطبطي الكعك في العيد تقولي باي كونكيف، باي كونكيف، ده شكل الار بي سيز. الار بي سيز بتبقى راوندد كعكايه، وانا بطبطتها خليتها باي كونكيف. والحكمه من كده ايه؟ انا لما بطبط الار بي سيز، لما دخلتها لجوه شويه من الناحيتين، باي يعني ناحيتين، زودت السيرفيس اريا بتاعتها، زودت مساحه السطح، فزودت الفانكشن بتاعه الار بي سيز. اذا الار بي سيز هي راوندد مدوره كعكايه ومبطبطه باي كونكيف، من الناحيتين مبطبطه. اهم كلمه في الار بي سيز انها نون نيوكليتد، ما فيهاش انويه. ليه ما فيهاش انويه؟ هقول لسيادتك ان الار بي سيز ده مكان تجمع الهيموجلوبين، الهيموجلوبين هو المسؤول عن لون الدم الاحمر. سيادتك خدت الهيموجلوبين بالتفصيل في البايوكيمستري. الهيموجلوبين موجود جوه الار بي سيز. تخيل معايا لو الار بي سيز نيوكليتد بالشكل ده، لو جواها نيوكلياس بالشكل ده، الهيموجلوبين هياخد المساحه دي بس من الار بي سيز. لكن انا بقول لك الار بي سيز نون نيوكليتد ليه؟ عشان تدي هيموجلوبين مساحه اكبر فتتملي بالهيموجلوبين. بتنزل ام سي كيو كتير قوي بيجي يقول لك كاركترز اوف ار بي سيز اول اكسبت، كل اللي جاي ده كاركترز ما عدا ان النيوكلياس بتاعتها صغيره عشان تدي مساحه للهيموجلوبين. لا، ولا حتى صغيره، ده ما فيش نيوكلياس اصلا عشان ادي مساحه اكتر للهيموجلوبين. يبقى لما اجي اتكلم عن شكل الار بي سيز لازم اقول له انها كعكايه مبطبطه، راوندد باي كونكيف. اهم كلمه نون نيوكلييتد عشان ادي الهيموجلوبين مساحته. الار بي سيز لا توجد منفرده، ده انا حتى بقول لك ار بي سيز مش ار بي سي. ما بلاقيش خليه دم حمراء واحده بالشكل ده، ده انا بلاقي خليه دم لازق وراها خليه اخرى، لازق وراها خليه اخرى، لازق وراها خليه اخرى بالشكل ده. الشكل ده عامل زي ايه؟ حضرتك معاك جنيه وحطيت فوقيه جنيه، حطيت فوقيه جنيه، خلاص عملت كوندنسيشن للعملات، يعني حطيت العملات فوق بعضها، اديتك شكل اسمه رولو ابيرنس. كلمة رولو ابيرنس يعني عملات فضية، كوينز فوق بعضها بالشكل ده اهي. ار بي سيز ادي كوين، فوقيها كوين، فوقيها كوين، فوقيها كوين، عملت لي جبل كوينز كده سميته رولو ابيرنس. يبقى هتكلم ازاي في الشيب اوف ار بي سيز؟ اول حاجة هقول له كعكاية مبطبطة، راوندد باي كونكيف. ليه هي باي كونكيف؟ عشان ازود السيرفيس اريا، عشان ازود الفانكشن بتاعتها. رقم اتنين نون نيوكليتد، ما فيهاش نيوكليس. ايه الحكمة من كده؟ عشان ادي مساحة اكتر للهيموجلوبين. رقم تلاتة لا توجد منفردة، ده بتوجد ار بي سي فوق ار بي سي فوق ار بي سي، عملت لي كأنها تجمع للكوينز سميته رولو ابيرنس. تاني ايتم في ال ام عندي هتكلم عن الكالر، وعيب قوي لما نقول ان لون الار بي سيز احمر. الحقيقه عزيزي لون الار بي سيز مش احمر. كان الود ود ارمي لك الكلمه دي واسيبك وامشي، اسيب دماغك تاكلك. الار بي سيز لونها الحقيقي اصفر يلو. الار بي سيزايه الواحده لونها اصفر يلو. امال اللون الاحمر ده جه منين؟ انا ليه سميتها ريد بلاد سيلز؟ قال لي سيادتك ان الار بي سيزايه لا توجد منفرده،
ده بتوجد كلها فوق بعضها. فلما تعمل كوندنسيشن للار بي سيز، لما تجمع لي لوكشة ار بي سيز كده على بعضها، اللون بتاعك هيتقل، الهيموجلوبين هيبان اكتر فيبقى لونها احمر. يبقى لون الار بي سيز الاساسي اصفر يلو، في الفريش ستيت في حالتها الطبيعية لونها يلو. لو جبت ار بي سيزاية واحدة كده وشفتها هلاقي لونها اصفر. امال ليه بتبان احمر؟ لان الار بي سيز لا توجد منفرده، ده ار بي سيزا فوق ار بي سي فوق ار بي سي فوق ار بي سي، عملت كوندنسيشن الهيموجلوبين بان فيها فبان لونها احمر. لما باجي اصبغ الار بي سيز بصبغات حيويه فايتال ستينز، بلاقي ان الار بي سيز لونها بينك شويه، سلمون بينك، والسنتر بتاعها بيبقى بيل، بتبقى بينكش كده، والسنتر بتاعها من النص بتبقى بيل شويه بالشكل ده اهو، والرسمة عندك في المذكرة. يبقى لحد دلوقتي بالنسبة للألوان اتكلمنا عن ثلاث ألوان. اللون الأول للار بي سيز في حالتها الطبيعية في الفريش ستيت لونها أصفر يلو. فاكر إيه تاني كان لونه أصفر؟ البلازما عزيزي، كان سائل أصفر صفار الموز. الار بي سيز في حالتها العادية في الفريش ستيت لونها أصفر، ولكن بتبان لونها احمر لما اعمل كوندنسيشن، بحطهم كلهم فوق بعض، لما تكون في الرولو ابيرنس بتبان لونها احمر لان الهيموجلوبين يبدا يظهر عليها. رقم 3، لما بسبغ الار بي سيز بفايتال ستينز بتبقى لونها بينك شويه، ولا اصفر ولا احمر، ولا تزعل نفسك، سالمون بينك، والسنتر بتاعها بيبقى بيل شويه كده، بيضه شويه، مبيضه شويه كده من السنتر. اتكلمت عن النمبر، قلت لك الراجل عنده دم اكتر من الست، 4 5 ونص، وبالنسبه للست 4. رقم 2، اللايف سبان مده حياتها 120 يوم، حوالي 4 شهور، وبتتجدد تاني، يحصل لها هيموليسيز تتكسر في السبلين وتتجدد تاني في البون مارو. رقم 3، اتكلمنا عن السايز، 7.5 × 2.5 × 8، كله بالمايكرو مش مهم. كلمني عن ال LM، الشيب والكلر، شكل ال RBCs كعكايه مبطبطه، راوندد باي كونكيف، ما فيهاش نيوكلياس ليه؟ عشان تدي مساحه اكتر للهيموجلوبين. ما بتوجدش منفرده، ده بتوجد فوق بعضها كان انت معاك كوينز كتير ورصتهم فوق بعض، اديتك شكل اسمه رولو ابيرنس. بالنسبه للكلرز تلات الوان، كده 100 لون وكده 100 لون، وال RBCs تلات الوان. اللون الاول يلو اصفر في حالتها الطبيعيه في الفريش ستيت. تاني لون هي ما بتوجدش منفرده، ده كلها فوق بعضها، فالهيموجلوبين يظهر تبان باللون الاحمر. رقم 3، لما اصبغها بفايتال ستينز هيبقى لونها بينك شويه، سلمون بينك، والسنتر بتاعها يبقى بيل. ما تكلمني عن الاي ام، وهقول لك ان الار بي سيز مش جواها اي حاجه غير الهيموجلوبين. الار بي سيز ما فيش جواها نقطة أي حاجة، مجرد هيموجلوبين بس، وده اللي مخلي شكلها هوموجينوس. يعني إيه هوموجينوس؟ كلمة هوموجينوس يعني كل واحد. يعني إيه واحد؟ اللي هو هوموجينوس يعني متماثل او something like this، يعني كل واحد، ما فيهاش اختلاف. كلمة هيتروجينوس يعني كذا شكل، لكن هوموجينوس هو شكل واحد، هو لون واحد، هي اسطمبة واحدة، ما هو مادة واحدة اللي موجودة جوه، هيموجلوبين بس. يبقى الار بي سيز مش جواها غير هيموجلوبين، وده اللي مخلي شكلها هوموجينوس ستراكتشر. الممبرين بتاعها هوموجينوس ستراكتشر، محاطة بثين إلاستيك ممبرين. الممبرين بتاعها بيبقى رفيع وإلاستيك، يبقى هوموجينوس ستراكتشر surrounded by thin elastic membrane. وهنا سأسكت قليلا. ليه إلاستيك عزيزي؟ ودي معلومة ليك. قال لسيادتك الممبرين، الغشاء بتاع الار بي سيز لازم يكون إلاستيك. ليه؟ تخيل معايا كده، انا عندي في جسمي كابيلاريز صغيره قوي، زي الكابيلاريز بتاعه العين مثلا. الكابيلاريز دي مش ماشي فيها دم؟ ماشي فيها دم. الدم ده مش ار بي سيز؟ ار بي سيز.
تخيل معايا لو الار بي سيز ما كانتش الاستيك، كانت هتعرف تدخل جوه الكابيلر الصغيره بتاعت العين؟ لا. اذا الحكمه من كونها الاستيك ممبرين انها تعرف تنسنويت. كلمه انسنويت يعني تتحشر، تتزنق جوه الكابيلاريز الصغيره، فالدم يوصل لكل الاماكن في جسمك زي السيريبرال وزي الاوكيولار، الفيسلز بتاعت العين والفيسلز بتاعت المخ، فيسلز دقيقه جدا صغيره جدا. فلازم الار بي سي كانت تكون استيك الاستيك عشان تعرف تنسنويت، يعني تتحشر وتزنق نفسها جوه الفيسلز الصغيره. نرجع تاني للاي ام، قال لي سيادتك الار بي سيز لا تحتوي الا على هيموجلوبين، ماده واحده بس، فمخليه شكلها واحد بس، يعني هوموجينوس ستراكشر، محاطه بثين الاستيك ميمبرين. وعرفت ليه الاستيك؟ قال لي سيادتك الار بي سيز، او خلينا نقول الهيموجلوبين ده ماسك في الخليه نفسها بخيوط. فبص معايا، عايزك تتخيل الشكل ده، ده الهيموجلوبين اهو، الهوموجينوس ستراكشر، محاط بثين الاستيك ميمبرين، ماسك في الميمبرين او ماسك في الخليه نفسها بخيوط بالشكل ده. بسمي الخيوط اللي ماسكه الخليه بهيكل الخليه. خليه يعني سايتو، هيكل يعني سكيلتون، يعني سايتو سكيلتون. ده عباره عن خيوط من السبكترين، وظيفتها انها ماسكه الخليه، مسؤوله عن الشكل بتاع الخليه، مسؤوله عن الباي كونكافيتي والفلكسبيليتي. رتب دماغك معايا يلا. اتكلمنا عن الاي ام، هي كلمه واحده. الار بي سيز ما فيهاش غير هيموجلوبين، ماده واحده، يبقى شكل واحد، هوموجينوس ستراكشر او هوموجينوس ماتيريال، سراوندد باي ثين الاستيك ميمبرين. وعرفت ليه الاستيك؟ الهيموجلوبين ده ماسك في الخليه بدرعات او خيوط اسمها سايتوسكيليتون، زي السبكترين، اسمها سبكترين، يبقى سب ميمبرين سايتوسكيليتون زي خيوط السبكترين. قال لك وظيفتها انها بتحافظ على شكل الخليه، بتحافظ على الفليكسيبيليتي والباي كونكافيتي، الشيب والفليكسيبيليتي بتاع الخليه. بعد كده هنتكلم عن الفانكشنز اوف ار بي سيز، ايه اهميه الار بي سيز. انا عندي اللنج بالشكل ده، اللنج بالشكل ده اهو، اللنج دي داخل لها اكسجين وخارج منها CO2، او خلينا هنا كده، داخل لها O2 وخارج منها CO2. مين المسؤول عن نقل الاكسجين لداخل اللنج عشان تتنفسه ونقل ايه ده لخبطت على المايك نقل الاكسجين لداخل اللنج عشان تتنفسه ونقل CO2 لخارج اللنج عشان تطرده بره الجسم؟ هي الار بي سيز. الار بي سيز بتنقل لك الاكسجين لجوه اللنج عن طريق الهيموجلوبين بتاعها. بيدخل في تركيب الهيموجلوبين انزيم اسمه كربونيك انهيدريز انزيم. الكربونيك انهيدريز ده اللي بينقل السي او 2 بره اللنج، يرميه بره في الشارع. اذا اول وظيفتين اللنج عندي داخل لها اكسجين عن طريق الهيموجلوبين، خارج منها سي او 2 الشيال بتاعه اسمه كربونيك انهيدريز. ما هو سي او 2 يعني كربون دايوكسيد، لازم اجيب له كربون زيه يشيله، كربونيك انهيدريز. تالت حاجه قال لك الار بي سيز بتنظم لك البي اتش، بتنظم درجه البي اتش. ليه؟ لان الار بي سيز كانت بتكون حاجات اسمها المعادلات اللي هي البفرز. اخر عنوان عندي في الار بي سيز قبل ما نراجع عليها سريعا، بيقول لك adaptation of RBCs to its function. يعني ايه؟ التغيرات اللي حصلت في الار بي سيز عشان تقدر تتكيف مع الوظيفة بتاعتها. اول تغير حصل ان الار بي سيز كانت باي كونكيف، مبطبطة. ليه؟ قلت لسيادتك عشان تزود السيرفس اريا، عشان تزود الفانكشن بتاعتها. رقم اتنين، الار بي سيز ما كانش فيها نيوكليوس، كلام معاد، ما كانش فيها نيوكلياس. ليه؟ عشان تدي مساحة أكبر للهيموجلوبين فيعرف يشوف شغله أكتر. رقم ثلاثة، الار بي سيز كانت محاطة بإلاستيك ميمبرين. ليه إلاستيك ميمبرين؟ عشان تقدر تإنسينويت، تقدر تتزنق وتتحشر جوه التايني كابيلاريز، جوه الكابيلاريز الرفيعة.
سريعا جدا الار بي سيز اسمها التاني اريثروسايت، كلمه اريثرو يعني حمراء. وعرفت دلوقتي هي حمراء ليه؟ لان بيحصل كوندنسيشن للهيموجلوبين، الخلايا بتترص فوق بعضها فالهيموجلوبين يظهر فيها يبقى لونها احمر، لكن هي لونها الاصلي اصفر. رقم واحد هتتكلم عن النمبر، الراجل عنده دم اكتر من الست. خش لي في رقم 2 سايز 7.5 في 2.5 في 8 من 10، 7.5 على مستوى الدايمتر، 2.5 على مستوى الثيكنس، 8 من 10 على السنتر مايكرو كل وحداتك. رقم 3 كنا قلنا اللايف سبان، مدة حياة الار بي سيز 120 يوم، بتتكسر وتتجدد بعد كده. هنتكلم عن ال LM شيب وكلر. بالنسبة للشيب قلنا انها كعكاية راوندد ومبطبطة بايكون كيف. ليه بايكون كيف؟ عشان ازود السيرفس اريا، ازود شغل الار بي سيز. رقم 2 نون نيوكلييتد، ما فيهاش انوية. ليه؟ عشان ادي مساحة اكتر للهيموجلوبين. الكلام ده ممكن ينزل لك جيف ريزون، قول لي السبب. ليه الار بي سيز بايكون كيف؟ ليه الار بي سيز نون نيوكلييتد ما فيهاش انوية؟ وبينزل ام سي كيو، كلام مهم جدا. رقم 3 لا توجد منفردة، ده بتوجد فوق بعضها زي الكوينز، مظهر اسمه رولو ابيرانس. بالنسبة للكولرز 3 تلوان، في الفريش ستيت في حالتها الطبيعية الار بي سيز لونها اصفر. لما جمعتهم كلهم فوق بعض ادتني لون احمر، الهيموجلوبين بان عليها. لما صبغتها بسبيشال ستينز بفيتال ستينز ادتني لون بينك، سالمون بينك، والسنتر بتاعها بيبقى بيل. اتكلمنا عن الاي ام وقلت لك الار بي سيز ما فيهاش غير هيموجلوبين ماده واحده، يعني شكل واحد، هوموجينس ماتيريال. كلمه هومو يعني واحد، عكسها هيتيرو يعني كتير. هيتيرو يعني كتيرو، اما هومو يعني واحد. هوموجينس ماتيريال سراوندد باي ثين الاستيك ميمبرين. ليه الاستيك؟ عشان يساعدها انها انسينويت جوه التايني كابيلاريز، استيك الاستيك. رقم 2 الهيموجلوبين ده ماسك في الخلية بخيوط سميتها سبكترين، ده سايتوسكيلتون، وظيفته في الحياة ان هو منتين البايكون كافيتي وفليكسابيليتي، بيحافظ على شكل الار بي سيز المبطبط ويحافظ على الفليكسابيليتي المرونة بتاعتها، فتقدر انها انسينويت جوه التايني كابيلاريز. بالنسبة للفانكشن قال لحضرتك الار بي سيز بتنقل الاكسجين جوه اللنج بالهيموجلوبين، تنقل السي او 2 بره اللنج كاربونيك انهيدريز انزايم، مسؤوله عن تظبيط البي اتش. فاكر السكيل اللي كنا راسمينه هنا؟ نظام اسمه البفر سيستم، بفر يعني معادلات. ادابتيشن اوف ار بي سيز تو اتس فانكشن، يعني التغيرات اللي حصلت في الار بي سيز عشان تلائم الوظيفه بتاعتها. اول حاجه ما فيهاش نيوكليوس عشان تدي مساحة اكتر للهيموجلوبين، تاني حاجة كانت بايكون كيف عشان تزود السيرفس اريا، اخر حاجة محاطة بإلاستيك ممبرين عشان تعرف تنحشر انسينويت جوه التايني كابيلاريز. الحصة الجاية بإذن الله هندخل في الليوكوسايتس الـ WBCs. اشوفكم على خير، تشاو.